بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بيسعد صالون ورقه وقلم ورياضه في مكتبه ألف انه يستضيف احد نجوم مصر الافزاز، ويعني اللي على مر تاريخ كره القدم هيذكرهم التاريخ ويتوقف عندهم كثيرا، الكابتن هاني رمزي المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي اللي هيرفع علم مصر ان شاء الله في اولمبياد لندن بعد غياب دام لنحو 20 عاما. الكابتن هاني هو احد نجوم مصر في اخر مونديال شاركت فيه مصر عام 1990، وهو احد افضل سفراء مصر الرياضيين في التسعينات واوائل الالفية الجديدة، لان احنا بنعتبر ان اللعيب المحترف هو سفير بدرجة عالية جدا او بدرجة كبيرة جدا، لان هو من الشخصيات اللي بتبقى معروفة لدى كل الاوساط في اي دولة اجنبية بيلعب فيها، واي سلوك او اي تصرف هو بيعمله بيتحسب على كل المصريين وبيتحسب على يمكن كل العرب بشكل عام. وكان الكابتن هاني رمزي بجد خير سفير لمصر في اكتر من 12 او 14 سنة احتراف، ولما رجع لمصر طبعا بدأ يشق طريقه في قصة التدريب، والحمد لله هو يعني مع وجوده في على رأس المنتخب الاولمبي اللي هو كان منتخب الشباب، وكان هو بيشتغل معاه اللي كان يكاد يغرق بمدير فني اجنبي احنا ما ننساهوش اللي هو سكوب، الكابتن هاني رمزي نجح مع الفريق في ظل وقت صعب جدا ان هو يوصل لاولمبياد لندن، واحنا منتظرين طبعا مشاركتهم في الاولمبياد ديت. والنهارده احنا هنتكلم معاه في اكتر من موضوع، الموضوعات طبعا مفتوحه لينا كلنا بنتكلم في اي موضوع ما فيش محاذير، لكن انا هطرح برضو زي كالعاده اربع او خمس محاور هو يتكلم معانا عنهم، وبعد كده هنتكلم بشكل عام ندردش كلنا مع بعض زي الصالون بتاعنا في كل حلقاته. اول حاجه نحب ان هو يكلمنا فيها مشاركه منتخبنا الاولمبي في لندن، وهل الاستعدادات ماشيه على ما يرام في ظل طبعا التوتر اللي مصر بتعيشه. اتنين، ايه توقعاته طبعا للمشاركه دي في لندن. ثلاثه، مين هم اللعيبه الكبار؟ احنا عارفين ان هو من حقه ياخد ثلاثة لعيبة كبار معاه في المنتخب فوق السن، مين هم اللعيبة اللي هو حاطط عينيه عليهم؟ أكيد هو حاطط عينيه على أكتر من لاعب، وإحنا كنا عارفين إنه في الفترة الأخيرة أعلن إنه معاه الكابتن أحمد حسن، هل ده مستمر ولا لأ؟ أربعة، السياسة طبعًا. السياسة أصبحت جانب رئيسي بيأثر على كل المصريين، وأكيد هو في المعسكر بيتكلم مع اللعيبة في السياسة أو بيحاول يخليهم ما يتكلموش في السياسة، عايزين نعرف الدنيا ماشية إزاي في السياسة معاهم في المعسكرات. وهل السياسه ليها تاثير سلبي او ايجابي على اللاعبين، وخاصه ان شاء الله قبل اولمبياد لندن هيكون بقى فيه رئيس منتخب لمصر، لان الاولمبياد في شهر 7 والانتخابات هتخلص على يونيو القادم. وعايزين برضو كلمتين منه عن الثوره المصريه ورايه، هل هي يعني نجحت ولا فشلت في اهدافها لحد دلوقتي. الكابتن هاني هيكلمنا من 10 دقائق لربع ساعه، وبعد كده نطرح الحوار يبقى مفتوح. طبعا اولا انا بشكر الدعوه، اولا بشكر عامر، يمكن انا ليا يعني عامر اعرفه من فتره كبيره، طبعا انا من سكان مصر الجديده اصلا، ففوجئت بالمكتبه الجميله اللي احنا بنعمل فيها الندوه، بشكر القائمين عليها وبشكر طبعا الدعوه على لهذه الندوه. هبدا على طول يمكن المحور الاولاني اولمبياد، وصلنا لاولمبياد لندن 2012 والفتره اللي احنا اشتغلنا فيها، يمكن انا توليت المسؤوليه تقريبا في بدايات 2007 مع منتخب الشباب، عندنا كاس عالم في مصر وقيم سنة 2009، مع نهاية 2009 بدأ يعني تصاعديا كده المنتخب الشباب هو المنتخب الأولمبي اللي هيمثل مصر بإذن الله في لندن. الظروف في عامر اتكلم على ظروف، احنا مرينا بظروف صعبة جدا مع المنتخب الأولمبي. أولا المحور الأولاني الاهتمام الإعلامي ما كانش موجود بالشكل المناسب في المرحلة كبيرة، نقدر نقول في جزء كبير جدا من تصفياتنا او من برنامجنا للتأهيل لأولمبياد لندن. الحاجة الكبيرة برضو اللي حصلت ان هو كنا البطولة كانت ستقام في مصر، يعني كان خلاص الاتحاد الافريقي قرر ان البطولة تقام في مصر، وده كان شيء يمكن ايجابي جدا، ويمكن ادانا بتلعب في وسط جمهورك وفي وسط بلدك، بيديك شيء من الايجابية ما فيش شك. يعني نقل البطولة طبعا للظروف اللي مرت بيها مصر من الثورة لعدم استقرار وانفلات امني، اتنقل البطولة للمغرب، اثرت طبعا سلبيا على الاولاد، يعني اشتغلنا يمكن احنا كجهاز فني، وطبعا عايز اذكر طبعا برضو الجهاز الفني بالترتيب
مع كابتن معتمد جمال مدرب عام، كابتن طارق سعيد مدرب، كابتن فكري صالح مدرب حراس مرمى، دكتور علاء عبد العزيز ده إدارة الفريق، كابتن علاء شاكر اخصائي علاج طبيعي، فجر الاسلام وناصر هريدي وعامل ادوات محمود. انا بقول برضو المنظومه كلها، لان الناس برضو بتفتكر ان هو المدير الفني هو القائم بالاعمال، يعني هو الراجل اللي في وش المدفع دايما، لكن زي ما بقول يعني في اي منظومه، المنظومه الناجحه اكيد بيكون حواليها حاجات كتير جدا يعني. فالحمد لله يمكن كانت التصفيات صعبه، مرينا بظروف صعبه فعلا، لكن الحمد لله يمكن نتيجة ظروف البلد خدناه كعامل حافز للولاد، يعني خرجنا برا مصر والولاد كانوا عاملين حسابهم يلعبوا وسط 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 جمهورهم وارضهم، دي خدنا الحتة ديت ان احنا عملنا حافز جديد للولاد ان احنا نوصل من خلال المغرب، وده شيء اعتقد زي ما عامر قال من 20 سنة ما حصلش. الحمد لله الجزئية دي تمت على خير الحمد لله، وعدنا ببطاقة تأهل. الفترة بنشتغل فيها دلوقتي هي فترة الاستعداد، بتختلف تماما عن فترة الاستعداد للأولمبياد أو للوصول. بنحاول نلعب مع مدارس مختلفة، أمريكا اللاتينية أوروبا وآسيا، والحمد لله ماشيين بشكل جيد. يعني هو برضو السؤال كان إيه الطموحات، يعني إيه الطموحات اللي جاية؟ الطموحات كبيرة ما فيش شك، يعني طموحاتنا إحنا كمنتخب الأولمبي إن إحنا عايزين نحقق حاجة كويسة للبلد. اولا هيتذكر في التاريخ مصر يمكن وصلت يمكن 3 مرات اولمبياد، كان اخرها 1992 برشلونة وخرجنا من الدور الاولاني. ان احنا نعمل حاجة كويسة لمصر، شايفين الدنيا كمان محتاجة، يعني احنا يعني زي ما انت قلت يمكن هيكون في نهاية شهر 7 هيكون في رئيس منتخب جديد، هيكون في نوع من انواع برضو الضبابية لسه هتكون موجودة ما فيش شك. الامور مش هتستقر انا في وجهة نظري في مصر قبل 2-3 سنين، فده حافز جديد للولاد ان احنا نعمل حاجه كويسه، ويكون يمكن هو يمكن من زمان ويمكن اتخذت على الرياضه بشكل عام ان في بعض الاحيان بيقولك الكوره كان بتلهي الناس عن المشاكل، والكوره كان بتلهي الناس عن الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه. انا اعتقد المقوله دي يمكن غلط شويه، يعني انا عايش في المانيا اكتر من 13 سنه، المنتخب الالماني لما كان بيكسب ملايين بتنزل الميادين، ما كانتش والاهتمام بالكوره هناك على اعلى مستوى، ومش واخدة الناس عن الجانب الاقتصادي او الاجتماعي. يعني هو المقولة دي في مصر انا يمكن متاخدة شوية، الاعلام صورها بشكل مختلف شوية. الكرة والرياضة بشكل عام اعتقد انها شيء مهم جدا للشعوب، يعني والرياضة عندنا في مصر هي كرة القدم ما فيش شك يعني. فان شاء الله باذن الله هنحقق حاجة كويسة في الاولمبياد، تتكتب في تاريخ كل لعيب. وانا بصفة شخصية طبعا عندي طموحاتي كمدرب، ان انا الحمد لله ان انا وصلت بالفريق بعد 20 سنه غياب، لكن عندي طموحات ان شاء الله نعمل حاجه كويسه هناك ونوصل على الاقل باذن الله ان شاء الله لو ربنا كتب نكون موجودين في المربع الذهبي ان شاء الله. موضوع اللعيبه الكبار الثلاثه يمكن بيطرح 3 اسماء كتيره جدا، يعني انا وجهه نظري ويمكن اعلنتها في الاعلام ان انا مش هستعين باي حد كبير فوق السن غير لما يكون عندي احتياجات فعلا فعليه داخل فرقتي. انا احط نفسي مكان اللعيب، انا بشتغل بقالي 2 سنين دلوقتي ونص بشتغل وبجتهد وبحارب وفي تحفيز ومر بظروف صعبه جدا ووصلنا اولمبياد، فهيبقى نوع من انواع الظلم شويه ان بعد ما وصلنا لمجرد ان انا اوصل اسم كبير ولا حاجه او اجامل نجم اسمه كويس في مصر ان انا اقول للولد ده لا متشكرين هدخل فلان الفلان. فانا الحته ديت انا شايف ان بالعكس انا اتمنى ان الفرقه زي ما وصلنا احنا نلعب ونادي هناك، ظروفي داخل المستطيل الاخضر او ظروف فرقتي او احتياجاتي شايف ان في مركز معين محتاج خبرات معينه محتاج مجهود معين مش موجود في الفرقه دي في الفتره الاوليه دي يمكن هستعين بيها بلعيب فوق السن. الاسماء مطروحه كتير، بدايه طبعا من احمد فتحي، شيكابالا، عماد متعب، عمرو زكي. وانا في وجهه نظري ان اللعيب اللي فوق السن مش هيكون فوق السن فوق ال 30 سنه، يعني انا برضو لازم يخش في وسط المنظومه لازم يكون قريب شويه من سن اللاعبين. احنا بنلعب بطوله دوليه دي مقارنه تعتبر زي كاس العالم ويمكن مستوياتها بتكون اعلى كمان من الناحيه الفنيه. خلاص دلوقتي الكوره بقت سرعه وقوه، يعني عنصر اكيد عنصر السرعه هيكون قليل شويه عن لعيب عدى ال 30 سنه، فالحته دي برضو ليها حسابات معينه. هي يعني كده بالنسبه للعيبه انت بتشتغل بشكل عملي اكتر من النجوميه. لا هي احنا بطوله رايحين نمثل مصر فيها، ما فيش اي نوع من انواع المجامله او ما فيش نوع من انواع زي ما بقول لك ان انا هجامل نجم على حساب
لعيب عندي وفي الاخر يعني المدير الفني دايما هو اللي بيتحاسب يعني. فما فيش مجامله. الناس كانت بتتكلم مثلا على احمد حسن وتريكا والنجوم الكبار، ما فيش شك ان هم بيزيدوا. احمد حسن زي ما انت قلت حضر فتره مع المنتخب، مع منتخب الاولمبي، لعبنا مباراه رسميه في سيراليون ومباراه النايجر. ما فيش شك احمد كان على قدر المسؤوليه، لكن المستويات اللي هنلعبها في لندن اعتقد محتاجه، يمكن محتاجه خبره معينه. الخبره موجوده للولاد، محتاجه سن صغير ان شاء الله يعني، ان شاء الله نمشي على هذا المنوال. طيب بالنسبه بقى نروح للجانب اللي هو ملتهب شويه، الجانب السياسي، السياسه زي ما بنقول، جانب رئيسي. اللعيبه، اللعيبه اصلا زيهم زي كل مواطن مصري، ما ينفعش ينفصلوا عن الحال اللي احنا بنعيشها كل يوم. انت كل يوم بتشوف خبر جديد يهز مصر كلها، مش يهز بس منتخب او يهز، فهم مواطنين عاديين اكيد مش منفصلين ابدا عن الاحداث، واكيد بتتكلموا. ازاي بتدور الحوارات؟ وهل انت بتحاول ان هم يتجنبوا الحديث في السياسه، ولا هم بيتكلموا عادي زيهم زي اي مواطنين؟ يعني خلينا نتكلم مع بدايه الثوره وما بعد الثوره. بدايه الثوره احنا كنا في معسكر، ويمكن كان شغلنا الشاغل احنا كجهاز فني ان احنا يمكن نبعد هذا الجو من التوتر عن الولاد شويه. ما فيش شك كان الامور صعبه، لكن يعني الاحداث بتفرض نفسها حتى على الحديث، على الكلام. فالولاد وانا يعني شفت الكلام دوت، للاسف ودي ثقافه المفروض تتربى في الولاد الصغيرين، ما عندهمش وعي سياسي زينا، زينا حتى الناس الكبار. احنا ما عندهمش يعني الكلام اللي هو الكلام العادي، طب ده عايز يعمل ايه؟ ما فيش هذا الثقافه السياسيه او الوعي الثقافي مش موجود، او السياسي زي ما بنقول. ده نتيجه حاجات كتير طبعا. عشان كده احنا، عشان كده احنا عاملين الصالون ده في الف، عايزين الناس يعني حتى يشوفوا ده ويبتدوا يتكلموا يتثقفوا، لان مكتبه الناس ما بتخشش المكتبات الا قليل جدا، ودي وخاصه الرياضيين يا كابتن. يعني انا كعامر بعترف لك، ومش مش بمدحك يعني، مش بقول لك كده عشان اجاملك، قليل جدا لما اقعد افكر اجيب واحد زيك يقدر يتكلم مع الناس ويتكلم بشكل مثقف وبيتكلم بشكل حضاري ويبقى فاهم هيقول ايه. وانت اكيد عارف ده. انا عشان كده مش عايز اظلم الاولاد، يعني انا مش عايز اظلم الاولاد، لانهم طبيعي احنا معظم الشعب المصري يمكن 40% امي ما بيعرفش يقرا ويكتب، فبالنسبه له المكتبه ده يعني حاجه ما يعرفش بيعمل ايه في المكتبه. فمش عايزين نظلم الاولاد، الاولاد شريحه من شرائح المجتمع ما عندهمش الوعي السياسي. حتى لما قربنا واتكلمنا، فعشان كده احنا كجهاز فني كنا بنفصلهم شويه، لان يعني الامور كانت فيها يعني حتى للرجل السياسي بيكون فيها الامور مش واضحه، فحاولنا ان احنا نبعد الولاد شويه عن الحته ديت في فترات المعسكرات. لكن في نفس الوقت احنا خدنا الجزء دوت جزء ايجابي، حاولنا نحفزهم، حاولنا نقول لهم ان الدنيا البلد كلها ما الناس مش يعني ما عندهاش نوع من انواع الفرحه او الناس قلقانه، فممكن احنا ندخل الجزء دوت من خلال الكوره، من خلال وصولنا للاولمبياد هندخل الجزء ده عليهم. والحمد لله.